السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم، ويا هلا وسهلا بكم في فيديو جديد. واليوم راح نتكلم عن Red Dead Redemption الستوري مود. وكما تعلمون بأن عالم Red Dead Redemption مليء بالأماكن إلا تستحق الاكتشاف، بعضها في أماكن سهلة الوصول وبعضها في أماكن محفوفة بالمخاطر. وفي فيديو اليوم راح نكتشف 5 أماكن مع بعض، وأنا حاليا في كولتر في وسط عاصفة ثلجية قوية جدا كما تشاهدون في الفيديو، وراح نكتشف هذه الأماكن الخمسة بشخصية جون موريستون. ونبدأ في المكان الأول وأسميه مأساة سجناء هاربين، وعددهم 6 سجناء كانوا مكبلين بالأصفاد، ويبدو بأن رحلة هروبهم كانت طويلة جدا، وانتهى بهم المطاف في هذا المكان. ويلا نلقي نظرة عليهم. يبدو أن طريقة وفاتهم كانت الواحد تلو الآخر بسبب الجوع والعطش، ولأنهم مكبلين مع بعض فماتوا سوية. والمكان الثاني أسميه عش طيور الأحجار الكريمة، وهذا المكان جدا خطير وقد تتعرض للسقوط والموت، فكن حذر جدا في خطواتك. كنت أن أموت لولا لطف الله، وفعلا هي مغامرة ولكن تستاهل. وهذا هو عش الطيور، وكما تشاهدون يحتوي على الأحجار الكريمة الجميلة جدا، وبإمكانك بيعها عن طريق الفنس، ولكن لا أنصح بذلك وسأحتفظ بها للذكرى، وما يبقى إلا كل جميل. وأسماء هذه الحجارة أمولايت وفلورايت. وهذه بحيرة غريزلي، وإليكم خريطة المكان. ونبقى في نفس المكان ولكن من الجانب الآخر، وأسمي هذا المكان مكان الرجل المتسلق، وأحذركم بالانتباه من هذا المكان الخطر. وصلنا لهذا المكان اللي خيم فيه الرجل المتسلق، ويبدو لي بأنه كان يبحث عن عش طيور الأحجار الكريمة، ولكن لم يحالفه الحظ. فلترقد بسلام يا صديقي، وننظر إلى أغراضه، حبال للتسلق وشنطته. ويبدو بأنه كان يريد الصعود إلى الأعلى، ولكن توقفت رحلته هنا. لنفتح الصندوق. دولارات ومشروبات، ومات كريما. وإليكم خريطة المكان، وفي غريزلي.
ونذهب إلى المكان الرابع وكذلك أسميه بمكان الرجل المتسلق ولكن في الهارت لاند. وهذا المكان ليس بتلك الخطورة مثل الأماكن السابقة. وكذلك نلاحظ هذا الرجل المغامر اللي انتهى به المطاف هنا، ونجد عدة التسلق وشنطته وكذلك بعض الأغراض الخاصة به. وكذلك دولارات ومشروبات ومات كريما. ولكن هذا المكان يطل على إطلالة ساحرة جدا. وإليكم خريطة المكان في الهارت لاند. ويا أهلا وسهلا بكم في المكان الخامس والأخير، وأسمي هذا المكان ببيت العشب. وأكيد أغلبنا مر بهذا البيت ولكن لم ينتبه لكمية الأعشاب اللي في البيت وحوالين البيت وكمية الحيوانات أكلة العشب حول البيت. ويلا ندخل البيت ونلقي نظرة. مليء بالأعشاب في كل مكان، وهذه صاحبة المنزل، ويزيدني فضول أني أعرف إيش سبب هذه الأعشاب وخصوصا في منزل مهجور كهذا. ويوجد صندوق أسفل السرير، نعم دولارات ومشروبات. ونلقي نظرة خارج المنزل إلى حيوانات أكلة الأعشاب المأهولة في هذا المكان. وهذا المنزل معروف بجانب إمرالد رانش، من أحب الأماكن إلى قلبي في هذه اللعبة. يا لطيف، والله فجعني، الله أكبر عليك، حركاتهم غير متنبأ بها، الخنزير والبك. ويلا نكبر وننسى. وإليكم خريطة المكان. وإلى هنا ينتهي فيديو اليوم. الله يعطيكم العافية على المتابعة، وأتمنى منكم دعمي لهذه السلسلة. رح نكتشف سوية أماكن كثيرة في عالم Red Dead Redemption، وأتمنى الفيديو كان ظريف وخفيف ونال على ذائقتكم. ولا تنسوني من اللايك والاشتراك في قناتي لكل جديد، وأشوفكم على خير وفي أمان الله.